مئات القتلى والجرحى جراء زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب جنوب تركيا. منازل مهدمة ونوافذ محطمة ورائحة الموت تفوح في كل مكان. وسكان يبحثون عن أقاربهم ولا يجدون وسيلة التواصل للإطمئنان عليهم، ولا صوت يعلو فوق صوت طواقم الإنقاذ المنهمكة في البحث عن أحياء تحت الأنقاض. فهذا هو المشهد في المدن التركية التي ضربها الزلازل الأقوى منذ عقود. هذا الزلزال من أقوى الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا على مر التاريخ، وهذه القنبلة التي وصفتها هيئة الزلازل بالتاريخية، والتي قال عنها الرئيس التركي أردوغان أنها القنبلة التي حطمت بلادنا لقوتها وقوة تدميرها. الزلزال التركي من ضمن أسوأ 3 زلازل عبر التاريخ، والذي تسبب في خسارة الكثير من الأرواح وتدمير الكثير من المنازل والطرقات. تعيش عدة مناطق تركية منذ أيام أسوأ هزات أرضية منذ 50 عاماً، وذلك بحسب ما صرحت به هيئة الزلازل التركية. وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 99، والذي تسبب بمقتل 17,000 شخص بينهم 1,000 في إسطنبول فقط. وتحدث كالعادة خلال هذه الفترة من كل عام، ولكنها جاءت هذه المرة بشكل مختلف، حيث تسببت الزلازل التي حدثت مؤخرا في فقد أرواح الكثير من المواطنين، وحبس الملايين في منازلهم وسط العتمة والبرد الشديد طوال ساعات الليل والنهار لانقطاع الكهرباء، ليصفها خبراء المناخ بأنها الزلازل الأسوأ على الإطلاق في تاريخ تركيا. تركيا تحت حصار الزلازل الأرضية وارتفاع أعمال السلب والنهب، فوضى في المطارات وإلغاء 17,000 رحلة. تركيا الأكثر تضرراً وسط هذه الزلازل والهزات الأرضية، ومسؤول تركي يقولها صراحةً: نحن نعيش أسوأ ظرف منذ زمن. وأردوغان يعلن طوارئ. يا ترى ماذا يحدث في تركيا؟ توقفت الحياة في تركيا، وذلك بعد غياب الأمن بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد. وأدى ذلك الزلزال العنيف لوقوع قتلى وجرحى بعد انهيار عدد كبير من المباني في 10 ولايات تركية، حيث ضرب الزلزال غازي عنتاب وشانلي أورفا وكهرمان ماراش ومالاتيا وديربكر وأضنك وغيرها من المناطق والولايات. وكانت هذه المدن هي الأكثر تضرراً جراء العاصفة المرعبة من الزلازل التي تشهدها تركيا منذ أيام، وقد سجل فيها أكبر عدد من حالات النهب. وأعلنت السلطات التركية عن ارتفاع عدد القتلى إلى حوالي 2000 قتيلا، إضافة إلى إصابة 3,000 شخصاً في عدد من المحافظات. كما حوصر بعض السكان داخل منازلهم وتحت الأرض بسبب خطورة الموقف، وتسببت الزلازل في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المواطنين، وتم إلغاء أكثر من 3,000 رحلة طيران محلية ودولية، مع تأجيل أكثر من 11,000 رحلة طيران. وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقر إدارة الطوارئ والكوارث للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بزلزال قهرمان مرعش. وأضاف نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم توقيف إمداد مناطق عدة بالغاز الطبيعي، وتعطيل المدارس في 10 ولايات لمدة أسبوع. وفي وقت سابق نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن وإلى مدينة عثمانية جنوب تركيا قوله إن الكثير من الأشخاص لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى تهدم الكثير والكثير من المباني. وقال الوزير التركي:
إن بلاده سجلت 6 هزات ارتدادية تخطت قوتها 6 رجات على مقياس ريختر. ومن جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة، معلنا عن حالة التأهب للوحدات المعنية تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية. وتسببت الزلازل في تركيا في العديد من المشاكل الوخيمة، حيث توقفت حركة الصناعة والتجارة بشكل كامل، وتضررت الحيوانات والكائنات بشكل مرعب. تسببت هذه العاصفة التاريخية في وفاة الكثير من المواطنين من شدة التدمير. وكذلك الحيوانات لم تسلم من ضررها، فقد اختفت بعضها وفقدت الكثير من الأرواح. بالإضافة إلى أنها تسببت في خسائر مادية كبيرة، وتسببت في انقطاع الكهرباء على نحو 2 مليون منزل، وتسببت في إلغاء 1000 الرحلات، وتقطعت السبل بآلاف المسافرين. وأدت الزلازل إلى توقف الرحلات الجوية وخلو الطرق من المسافرين وسط دمار كبير في الشوارع. أثرت العاصفة الشتوية المميتة على أكثر من 200 مليون شخص، وتسببت في فقد كثير من الأرواح ومئات آلاف النازحين إلى مناطق أكثر أماناً. المحلل جواد جوك وصف الوضع في المناطق التي تأثرت بالزلزال بأنه مأساوي للغاية، وقال إن هناك كثير من المواطنين ما زالوا تحت الأنقاض والطرق تم إغلاقها، وتحاول فرق الإنقاذ تقديم يدي العون للمتضررين. ولكن التأثيرات كبيرة للغاية، وأكبر من أن يتم احتواؤها. مطارات قريبة من مناطق الزلزال توقفت عن العمل. وبالنسبة للوضع الصحي، فقد تلقى نصيبه هو الآخر، حيث انهارت مستشفيات في الزلزال، ما سيؤثر على جودة الخدمات الطبية التي يحتاجها المتضررون بشكل عاجل في ظل الضغط الكبير على باقي المستشفيات. صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي بأن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 1000 وأصيب حوالي 6000 شخص، بينهم إصابات خطيرة للغاية. وبجانب كل هذه الخسائر البشرية، انهار أكثر من 1000 مبنى بالكامل. وفي إجراء احتراز قطع الغاز عن المنطقة بسبب هزات ارتدادية وخشية وقوع انفجار،